أهلا بكم أعزائي المشاهدين، ألتقيكم بحلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. في حلقة يوم أمس كنا قد بدأنا في الحديث عن ما يسمى بالحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق المزمع إقامته بعد أيام. هذا المسمى قلنا وسنقوله مرة أخرى مسمى خادع ومضلل وليس حقيقي، يعني ليس هناك من البداية، يجب التأكيد أكثر من مرة، ليس هناك من حوار استراتيجي مثل ما سموه بين العراق بين الولايات المتحدة والعراق. العراق مجرد تابع، العراق مجرد أجير. هذا النظام الذي تشكل بعد الاحتلال من عام 2003 لحد الآن نظام تابع أجير، فاقد للأهلية، فاقد ل قدرته على التحكم والإرادة والقرار، فالعراق فاقد لاستقلاله وسيادته، غير متحكم بثرواته، غير متحكم بكل شيء، وبالتالي هناك قوى تعمل على الساحة المتحكمة به، وهذه القوى الأساسية منها هي الولايات المتحدة وإيران التي تخادمتا طوال يعني منذ الاحتلال لغاية الآن لإدارة العراق. هناك ربما اختلال وظيفي كما ترى أمريكا الآن، هناك اختلال وظيفي في هذه الإدارة، هناك تغول إيراني على حساب المساحة الأمريكية في حكم العراق، في التحكم بالعراق، فبالتالي لابد من تصحيح هذه المساحة، لابد من إعادة ما يسمى بالهواتف الذكية، ضبط المصنع. هذا ما تريده أمريكا من هذا الموضوع. مجرد يعني حتى ولو سمعتم عن اسماء، تضع امريكا يعني قائمه باسماء من سيكونون في الوفد المفاوض والعراق يضع اسماء، هذه كذبه كبيره. هناك مجرد املاءات مثل ما حدث عام 2008 بالاتفاقيه الامنيه مع المالكي. المجرم بوش وضع العراق يعني تحت الاملاءات، دائره تلفزيونيه مغلقة، بلغ المالكي بإملاءات معينة بصيغة معينة معدة في أمريكا وعلى العراق أن يوقعها، وقع العراق، وبالتالي الآن نفس القضية. الآن العراق مثل ما تصفه أمريكا على مفترق طرق، يعني أقصد العلاقة بين أمريكا والعراق على مفترق طرق، فلا بد من إعادة ضبط هذه العلاقة، إما أن تمضي في طريقة، وخاصة بعد يعني جائحة كورونا، بعد الخسائر الاقتصادية التي تعرض لها العالم وبالذات الخزينة الأمريكية. أمريكا الآن تتحدث أنها ما عادت تقدم شيء بدون منافع، بدون العودة، يعني بدون مردود من المنافع من هذا الشيء الذي تقدمه، سواء مال أو دعم سياسي أو دعم اقتصادي أو دعم إعلامي، لابد من مردود ومنافع، فبالتالي العراق تريد أيضا منافع. في هذه القضية هي لديها مشكلة كبيرة في هذه يعني العلاقة الوظيفية الآن اللي موجودة. هناك مصالح لأمريكا في العراق وفي المنطقة، في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، إيران تمس بها، إيران تريد من العراق أن يكون وهو هكذا طوال هذه السنوات ساحة لتصريف، لتسويق بضائعها، لتصريف إنتاجاتها، لدعم اقتصادها، وممر باتجاه تمرير مشروعها التوسع باتجاه المنطقة، سوريا ولبنان ومنطقة الخليج العربي واليمن، فبالتالي هكذا هي الصورة، ولا بد من إعادة ضبط الموضوع. هناك شكاوى عالمية وإقليمية من هذا الدور الإيراني، أمريكا لن تقبل بهذا الدور الإيراني. الحديث عن ملء الفراغ هذا يعني حديث مضلل أيضا، البعض كان يفهم أنه ملء الفراغ بمجرد إرسال أعداد غفيرة من المسلحين، من الميليشيات، من القوى العسكرية الأمنية للسيطرة على مناطق معينة، وهكذا ملء الفراغ. ملء الفراغ يملى عسكريا وسياسيا واقتصاديا وبكل المستويات. هذا إيران غير قادر عليه الآن في العراق ولا في أي منطقة. إيران ضعيفة جدا، إيران تعاني من ثقوب كثيرة في نظامها الداخلي، هناك الاقتصاد منهار، عملتها منهارة، هناك مشاكل اجتماعية، مشاكل سياسية، هناك الكورونا التي عصفت بها، هناك الضغوطات، العقوبات الأمريكية عليها قد أنهكت اقتصادها، الآن وضعها سيء جدا جدا، غير قادرة أن تكون إيران
سابقا إيران خسرت أهم قادتها قاسم سليماني الذي كان يعني يدير كل هذه الملفات، قتل في غارة أمريكية هو مهدي المهندس في كانون الثاني الماضي. هذه كل علامات على أن أمريكا أن إيران تعاني من ضغوطات كبيرة داخلية، ليس لا تسمح لها بلعب الدور الذي كانت تلعبه في الماضي، لكنها تحاول أن تبدو هكذا من خلال هذه الميليشيات والأذرع التي لديها في العراق وفي لبنان وفي سوريا كحزب الله. هذه الحقيقة، أو الحوثيين في اليمن، لكن هذا لن يستمر. أمريكا تريد أن تعيد ضبط الأمور بهذا الاتجاه، ولديها مشكلة مع إيران. المشكلة مع إيران، ربما البعض يتساءل ما الجديد، يعني إذا كانوا قد تخادموا في العراق منذ عام 2003 لحد الآن، ما الجديد الذي جعل الأمور تمضي إلى هذا الطريق؟ الحقيقة الجديد ظهر يوم انسحب ترامب في 8 مايو 2018 من الاتفاقية النووية مع إيران، وقال إن هذه الاتفاقية لا تلبي الطموح الأمريكي، هذه تلبي الطموحات الإيرانية، تلبي مطامع إيران في امتلاك السلاح النووي، يجب إيقاف كل ذلك، يجب منع إيران من امتلاك السلاح النووي. وهذا الموضوع يثير إيران كثيرا. إيران تعرف إن لم تمتلك السلاح النووي لن تكون قوة إقليمية مؤثرة يحسب لها حساب، والكل يعني يشركها في أي قرار يتخذ بالمنطقة، وخاصة في منطقة الخليج والشرق الأوسط. هي تريد أن تكون قوة وتعود كشرطي للخليج والمنطقة، هذا غير مسموح به. لم تكن قوة نووية لا تستطيع أن تمضي في هذا المشروع. هذا المشروع صرفت عليه جزء كبير من اقتصادها، الآن هو معرض لأن يوقف هذا. أمريكا مصرة على أن توقف هذا، وبعدين فيما بعد أدخلت موضوع الصواريخ بعيدة المدى بعد أن قصفت إيران وأظهر صواريخها بشكل واضح للعالم يوم قصفت بعض القواعد الأمريكية في العراق عقب كانتقاما مثل ما قالت لمقتل سليماني وبمهدي المهندس في يعني كانون الثاني الماضي. هذا مجمل ما يجري الحقيقة. فبالتالي هناك إملاءات أمريكية على إيران، يجب على العراق، يجب على العراق أن ينفذها. والعراق مثل ما ترى أمريكا هو ساحة ملاصقة لإيران، ومنها يبدأ الضغط على هي الساحة المناسبة للضغط على إيران ووصولا إلى تسليمها بما تريده أمريكا. وهذا ما يجري اليوم. وبالتالي العراق هو ساحة، مجرد ساحة للصراعات هذه، وهذه القوى التي حكمت العراق منذ عام 2003 حولت العراق إلى هذا الموضوع، يعني حولت العراق إلى ساحة، مجرد ساحة تتصارع عليه القوى الدولية والإقليمية من أجل مصالحها، والعراق يدفع الثمن وأهل العراق يدفعون الثمن. فالحقيقة أنه أمريكا تريد إعادة تقييم العلاقة من أجل ضبطها بهذا الشكل اللي تريده. هي تقول أنه أنا ساعد الحكومات العراقية اقتصادياً ولديها ميليشيات هذه التي يساعدها اقتصاديا وسياسيا واعلاميا وروج لها في الدنيا كلها، وادعو العالم كله لتأييد هذا النظام، ولديها ميليشيات تتعرض لمصالحي وتتعرض لسفارتي في العراق، والحكومه غير قادره ان ترد عليهم على هذه الميليشيات. هذا الموضوع غير مقبول. هي كل هذه الحكومات مصاعه للاوامر الايرانيه، فبالتالي لابد من العوده الى ما يشبه التفاهمات. إن عادوا إلى التفاهمات السابقة ووافقت إيران ستمضي الأمور كما هي عليه، وستكون إيران يعني بعلاقة طيبة مع أمريكا ويمضي الموضوع إلى ما هو عليه، لكن من غير سلاح نووي. وإذا لم توافق فالأمور ستمضي إلى طريق آخر، والعراق في الحالتين هو ساحة هذا الصراع. هذه مصيبة العراق، مصيبته بهذا النظام الذي حل عليه وهذا الذي يدعي الوطنية وهو مجرد أجير. يعني هذه صورة الحال. ربما سنتعرض لهذا الموضوع في حلقات قادمة بعد أن نرى النتائج العملية لهذه الإملاءات الأمريكية على العراق، والتي ستعلن بالتأكيد ولن تبقى مخفية. إلى ذلك الحين أترككم برعاية الله، والتقيكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم.